أصبح من الماضي. هنا بالتأكيد الجميع ينتظر ويترقب بداية الكلاسيكو. كما جرت العادة الاستقبال الرسمي النشيد الرسمي من جانب جماهير برشلونة في انتظار نجومها بالتأكيد في هذه الليلة في هذا الكلاسيكو أمام ريال مدريد. النشيد الذي اعتدنا أن نسمع النغمات التي تصل إلى اللاعبين تحركهم وتجعلهم في جاهزية تامة لهذه المباراة ولكل مباراة وفي كل ليلة في كامب نو. مسرح رهيب، أرضية غير أخرى، كرة طويلة خلف المدافعين خطيرة باتجاه غاريث بيل، فرصة لمدريد، أومتيتي تدخل في اللحظة الأخيرة. هو يا لها من كرة جميلة، يدفع كوفازيتش، الخطأ كان موجود، هي كانت في الأصل هجمة مرتدة. شوف إسكوب يضع غاريث بيل أمام المرمى، يتردد غاريث بيل، يقطع عليه الطريق سريع المدافع الصلب أومتيتي. كوفازيتش لمدريد، لمسة عند توني، يلعبها على اليسار إسكو، خطيرة جدا للريال، واحد على واحد إسكو، يمر إسكو، يعدي إسكو، يلعبها لكنها في الشباك الجانبي، مرت وفي الأخير إلى ضربة مرمى لبرشلونة. ينبغي أن يحذر برشلونة جيدا من ترك إسكو، لأن إسكو إذا وجد المساحات سيسبب الكثير. أمام هذه الكرة ليو الذي كان سببا مهما جدا في ثورة برشلونة، كل يتكلم عن غوارديولا لكن ليو كان له سبب كبير مهم جدا في برشلونة، كل ما حدث في الماضي كان لليو دور فيه. ميسي أمام هذه الكرة يلعبها، اعتلت العارضة وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. ليس هو كل شيء، ولا أؤمن بمقولة أن اللاعب كل شيء في الفريق، هي منظومة ككتلة واحدة، لكن ميسي كان اللي يحركها تقريبا. الكرة تصل عند راموس، عودة مرة أخرى، شوف كرة ميسي دلمان، كوفازيتش يلعبها لكازيميرو، كازيميرو يلعب كرة لكنها سهلة بعد ذلك إلى تير شتيغن. إنيستا بتمريرة الرد عند إنيستا مرة أخرى، إنيستا يلعبها بيني، الله لمسة للبا، يا إلهي الله، الكرة الحلوة للبارسا على اللمسة الجميلة على المعلم إنيستا. شوفها مرة أخرى، شوفها إنيستا، شوف الرسام وتمريرات. تصل مرة أخرى بيني عند سواريز، لويس إتو يحاول مرور، يلعب هلوانتو جميلة، سواريز مر، شوف اللقطة الأخيرة اللي كانت بين راكيتيتش مع سواريز، وبعد ذلك تدخل جميلة تصل عندها إسكو، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد. إسكو يحاول يمر، يلعب أرضية، كرة، يا إلهي الله، اللمسة، الله على إسكو، إسكو يا جماعة إسكو، شوف اللي يفعل إسكو في مباراة صراع الكرة الأخيرة مع بيكي لم ينجح، لكن أخطر كرة كانت عندها غاريث بيل، لمسة في منتهى الروعة بعد تمريرة إسكو. مع بداية موسم ومع أول مباراة بالنسبة لبرشلونة، ثاني مباراة بالنسبة لريال مدريد في الموسم، ليس هذا كل شيء، لا زال هنالك شوط ثاني ولا يزال هنالك مباراة عودة، وننتظر كريستيانو انتظار فيما يتعلق بريال مدريد. شوط ثاني سينطلق إذن، الريال الذي يلعب هذا اليوم بشعار الاحتياطي، زي الثالث الفريق في هذه المباراة، وبالتأكيد نرجو ونأمل في مشاهدة ممتعة لحضراتكم عبر قناة أون سبورت في هذه الليلة الكبيرة على مستوى الكلاسيكو. بداية شوط ثاني، خطيرة الكرة لمصلحة سواريز بينية لدولوفيو، تغطية وتدخل، سواريز يستعيدها لكن أيضا مع إبعادها من عناصر ريال مدريد. إنيستا يلعبها لليو، خطيرة عند ميسي، مر، ولكنها طالت وضعت من ميسي إلى ضربة مرمى، خطيرة جدا عند ليو لكنها عدت وفي الأخير إلى كيلور. اليوم ليس صراع بين برشلونة وريال مدريد، الكلاسيكو اليوم ليس صراعا بين البارسا والريال فقط. شوف ميسي أمام ثلاثة
اسكو في بناء الهجمه لريال مدريد، تحرك بجانب مارسيلو، اسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كره ارميه، كره هدف للميرينجي، هدف اول لريال مدريد. نعم نعم، ميرينجي جميل، ارضيه مارسيلو، خطا من جانب بيكي، يضع الكره في مرماه، شوف مره اخرى اسكو وراء كل كره، مارسيلو عرضيه، بيكي يسجل في مرمى فريقه، بيكي وليس غير بيكي، وبالتاكيد بيكي الذي دائما ما يامل ان يسجل في مرمى ريال مدريد، ان يتالق في الكلاسيكو اليوم يسجل في مرمى فريقه. لقطه صعبه جدا على بيكي، حسرة كبيرة على بيكي مع الخطأ الذي لم يكن متسار. بنزيما خطيرة لريال مدريد، خطيرة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة عرضية وركنية، يا إلهي يا لها من كرة ويا له من إسكوب، يا لها من كرة ويا له من إسكوب. هذا الهدف اللي سجل لريال مدريد بعد تمريرة إسكو لمارسيلو والعرض ببرشلونة، أو هدف ثاني لريال مدريد. كرة تصل لراكيتيتش، يحاول مع الجهة اليمنى خطيرة لبارسا داخل منطقة الجزاء، وكرة دولوفيو داخل منطقة الجزاء يلعبها، مستحيلة هذه الكرة يا بارسا، الله على الكرة، الكرة التي كانت على اعتاب مرمى ريال مدريد ابت الدخول، رفضت الدخول، كانت قريبة يا اليوم، شوفها من ديلوفيو، الله على الكرة، يا لها من فرصة خطيرة، يا لها من محاولة قريبة جدا من جانب برشلونة، لكنها ضاعت امام ميسي، ضاعت على غير العادة، هناك فراغ كبير في برشلونة، خطير عند كريم مع إسكو، خطيرة لكريم بنزيما، مر وكرة لكارفاخال، إبعاد الدفاع، الله على الكرة، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، كارفاخال يساعدها، والمدرجات تحركت، والفرصة اللي كانت 2-0 لريال مدريد ضاعت، بنزيما حولها عرضية، كارفاخال إلى المرمى، لكن في الأخير دفاع البارسا عن طريق كثير من الفرص، ركنية لبرشلونة، تلعب عرضية، محاولة ولكن راسية خطيرة، إبعاد نماز، خطيرة لمصلحة برشلونة، هذا سواريز، رونالدو الذي يدخل في هذه المباراة 13 كلاسيكو في الكامب نو، هذه عادة لكرة لويس تور، راسية خطيرة جدا، بعد توني خطيرة جدا في الجهة اليسرى عند كريستيانو، رونالدو على حدود منطقة الجزاء، كريستيانو يحاول مع كرة، بيكي يتدخل، يبعدها إلى ركنية إلا رونالدو، رونالدو وتركه في مثل هذه الأماكن سيكون خطرا كبيرا جدا على برشلونة، بيكي يتزحلق في اللحظة الأخيرة، الكرة تعود مرة أخرى لجوردي ألبا، خطيرة إلى سواريز، لويس تور داخل منطقة الجزاء بكرة، أوه. الله على الكرة الخطيرة جدا لمصلحة برشلونة، شوف التمريرة، شوف اللمسة الجميلة لسواريز، عرضية في مصلحة النادي الويلزي، واحد على واحد، جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكرة بعيدة، بعيدة من كريستيانو، أرادها هدف للتاريخ، أراد هدف يبقى في ذاكرة الكلاسيكو، لكنها جاءت بعيدة وصعبة يا كريستيانو، جاءت أي كلام، اللقطة الأخيرة بعيدة جدا من جانب رونالدو، الفكرة كانت ذكية، تنفيذ مدريد بين أسينسيو وإسكو وكريستيانو، وداخل منطقة الجزاء، تسلل على رونالدو، تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية، هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي التسلل، نعم كريستيانو كان متسلل في اللقطة الماضية، شوفها مرة أخرى، إعادة اللقطة والهدف اللي تم إلغاء على كريستيانو رونالدو بداعي التسلل. 13 كلاسيكو لصاروخ ماديرا، سواريز تعود لمصلحة ليو على حدود منطقة الجزاء، قوية تصطدم في فاران، يبعدها كارفاخال، لا زالت خطيرة للبارسا، مرة سواريز يلعب كرة، يا إلهي يا إلهي، لا تسألوني كيف ضاعت، ما تسألونيش كيف ضاعت الكرة الأخيرة من بوسكيتس،
يا رجل انت على اعتاب المرمى. 1-1 يتعادل برشلونه. اي محاولات، اي برشلونه، اي اليوم قويه من اليوم. وسواريز، وسواريز ركله جزاء. ماذا؟ نعم نعم، ركله جزاء، ركله جزاء لبرشلونه بعد ضغط رهيب للبارسا، بعد هجوم رهيب للبارسا، يحصل سواريز على ركلة جزاء. يعود البارسا لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء بطاقة صفراء. ضيع بوسكيتس الهدف، بالتأكيد ميسي يحاول أن لا يضيع هذا الهدف لبرشلونة. شوفه مرة أخرى من نافاس، نافاس لمس سواريز الذي يحصل على ركلة الجزاء. يا جماعة أقول سواريز مش في أفضل حالاته، هذا هو مش في أفضل حالاته، هذا هو يحصل على ركلة الجزاء بذكاء كبير. الآن برشلونة لديه الفرصة ليتعادل في النتيجة. ليونيل ميسي من أجل العودة، ليو من أجل أن يسجل في الكامب نو المرة الأولى على مستوى الكلاسيكو منذ موسم 2012 بالنسبة لميسي. ميسي الأكثر تسجيلا في السوبر الإسباني، ميسي اللي دائما وراء كل فوز وانتصار لبرشلونة. كيلور نافاس يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم، يحاول أن يتلاعب بأعصاب اليوم. يا لها من دراما ويا لها من إثارة، يا لها من إثارة ويا له من انتظار. ليو نافاس، ليو نافاس، ميسي ونافاس، ليو نافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من علامة الجزاء، وعودة الروح والابتسامة والفرح لمدرجات كامب نو بهدف التعادل بجانب اليوم. شوفها من علامة الجزاء، أراد نافاس أن يتلاعب بأعصاب اليوم، أراد أن يشتت هدف مقابل هدف. وهذه كرة لمصاعة برشلونة، مرتدة بجانب ميسي، يحاول بينية وكرة فيها تسلل، فيها تسلل على سواريز، فيها تسلل على سواريز في اللقطة الماضية. يا لها من كرة خطيرة جدا لمصاعة برشلونة، ولكن في الأخير كان في تسلل. شوفها مرة أخرى من اليوم، تسلل على سواريز، تسلل على سواريز. عاد برشلونة لأجواء المباراة، هدف التعادل. انها إلهي على الكرة الأخيرة، على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد. 1-1، رونالدو مر، يلعب كرة، كالما كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير. يا له من هدف يا رونالدو، يا له من ضربة يا رونالدو. تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة. وين بيكيه؟ وين بيكيه؟ ذهب أدراج الرياح. وين هالكرة؟ بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو. هدف ثاني لريال مدريد في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر مما سجل في برنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو وإن كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا، وبطريقة يحتفل صاروخي ماديرا. أنا هنا ومدريد هنا، يسجل كريستيانو، يتقدم ريال مدريد. لوكاس سجل، والآن محاولة بجانب أسنسيو، مر أسنسيو، يلعب هبينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه. وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ أوه، إنذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم نعم، حكم المباراة اعتبر أنه تحايل، تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه إنذار ثاني، وبعد ذلك يطرد في هذه المباراة كريستيانو. يا إلهي،
يا إلهي على القرار من جانب حكم المباراة، تشوفها من أمتيتي. وبعد ذلك كريستيانو يسقط داخل منطقة الجزاء، الحكم لا يحتسب ركلة جزاء، يعتبر أن كريستيانو كان يمثل أمتيتي، وضع ذراعه أو وضع يده على كريستيانو. الحكم اعتبر أن رونالدو بالغ في سقوطه، بحث عن ركلة جزاء وبعد ذلك أخرج له الإنذار الثاني ليخرج مطرودا في هذه المباراة بدلا من أن يحصل على ركلة جزاء، ولتكون الإثارة أكبر في هذا الكلاسيكو. كل مشجع يحلم بمشاهدتها، بحضورها، بمتابعتها، كل معلق يأمل في التواجد فيها، كل محلل يأمل. يمين خطير لمصاعة راكيتيتش، البرسا في الهجوم، كرة عرضية لكن الدفاع، وعودة بعد ذلك بينية لسواريز، لويزيتو يلعبها بعيدة يا سواريز، بعيدة يا سواريز، بعيدة يا سواريز، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. الوانتو كانت جميلة جدا مع ليونيل ميسي. الكرة في الأخير ضاعت. باكو الكثير اللي واصل هجمة، لاعبي ريال مدريد كانوا يحتاجون هم في الأصل أيضا، لا ننسى أنهم واصلوا الهجمة أيضا لنكون واقعيين أكثر. في الأخير الهجمة ضاعت، لا على مدريد ولا على برشلونة. ضربة مرمى مرتدة لريال مدريد، فاسكيز معها أيضا أسينسيو على الجهة اليسرى، يلعبها لأسينسيو، خطيرة لريال مدريد، أسينسيو يلعب كرة يا لعيب يا حريف، لقطة رائعة، ضربة رائعة، تسديدة جميلة يا أسينسيو. شوف المرتدة، شوف البدلاء ماذا فعلوا في ريال مدريد. لوكاس إلى أسينسيو، بوم، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد سددها أسينسيو في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين، يسجل